السلام عليكم جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم. بهذا المقطع رح نحكي عن السويد بعد الانتخابات، بعد 2022، شو الامور يلي رح تصير، شو اهم النقاط يلي حكوا فيها الاحزاب يلي شكلت الحكومه الجديده بالسويد. طبعا في ناس كثير خايفه، في ناس كثير عم ينتشر مقاطع انه مستقبل اسود وشو يلي ناطر المهاجرين ويلا اطلعوا من البلد وكذا. بداية في نقاط مهمة حكوا فيها الأحزاب اللي شكلت الحكومة. في عنا سياسة الهجرة، في عنا مكافحة الجريمة، الرعاية الطبية، التعليم والمناخ، وحلف الناتو أو السياسة الدولية للسويد. هدول هنا أهم النقاط اللي حكوا عليهم بالمؤتمر اللي عملوه الأحزاب اللي شكلت الحكومة الجديدة. بعض النقاط راح احكي عنها شوي بتفصيل، ونقاط تانية مش كتير مهمة ما راح احكي عليها كتير يعني. طيب، بداية نبدأ بسياسة الهجرة بالسويد. طبعا هي موضوع جدا مهم وموضوع بيشتغلوا عليه انتخابيا كتير الأحزاب بالسويد. قبل ما نحكي بهاي النقاط، في بعض الأمور اللي لازم احكي فيها وهي مهمة جدا نفهمها نحن كناس عايشين هون، كعرب، كمسلمين، كمهاجرين. بداية، قسم كبير من الكلام اللي انحكى بهذا المؤتمر ورح تسمعوه مني بعد شوي هو كلام انتخابي، يعني هو كلام مجرد للاستهلاك الانتخابي، للاستهلاك المحلي. طبيعي في عنا أحزاب وعدت الناس ببعض الأمور اللي هي أمور مستجدة، أو يعني هي الناس عم تعيشها اليوم، مثل الهجرة، المهاجرين، الاندماج، الحرب بأوكرانيا، موضوع القطاع التعليم وتحسين ظروف العمل وهكذا. فهي في كتير من هاي الأمور هي استهلاك محلي بس لحتى يرضوا المنتخبين تبعونهم، عم بيسمعوهم هذا الكلام بعد ما ربحوا بالانتخابات لحتى يرضوهم. يعني انت بتعرفوا، احنا متعودين، احنا بالدول العربية متعودين انه دائما بيوعدونا بشغلات ولكن ما في شيء بيتنفذ، او قسم بسيط جدا بيتنفذ. فاذا مهم جدا نعرف انه قسم كبير من الكلام اللي قالوه بهذا المؤتمر اللي راح احكي عنه بعد شوي هو بس مجرد استهلاك محلي، بس لحتى يوعدوا الناخبين ويرضوهم مؤقتا، ولكن الايام راح تثبت اذا راح ينفذوا هذا الشيء ولا لا. واصلا هن قالوا انه هاي كلها تراكمات من حكومات سابقه، فما تتوقعوا منا انه ننفذ هاي الامور بيوم وليله، نحن ما عندنا عصاي سحريه، فراح تاخذ وقت وراح تاخذ سنوات. فهذا كلام اصلا واضح على انه هن بس مجرد عم بيقولوا بس شو برنامجهم الانتخابي لحتى يسمعوا الناس ويرضوهم، ولكن كونوا متأكدين انه اولا قسم كبير من هذا الكلام هو بس مجرد كلام لحتى يرضوا الناخبين، وشيء ثاني انه راح تاخذ وقت طويل ليتنفذ بعض هاي الامور، حتى مش كل هاي الامور، مستحيل تتنفذ كلها، بعض هاي الامور ولسنوات طويله. شيء ثاني بدي احكي فيه هو انه ما تنسوا انه في وجود لاحزاب اخرى. هاي الاحزاب صار لها سنوات بالسويد والى سياسات معارضه لهاي الاحزاب اللي ربحت بالانتخابات، وهي الأحزاب ما اختفت، يعني هي مجرد موجودة بالبلد، يمكن نسبتها تراجعت شوي، نسبة الناس التانيين زادت شوي، ولكن هاي الأحزاب موجودة بالبلد وما اختفت. فهاي الأحزاب أصلا رح تضل مشكلة حاجز ومانع ببعض الأمور. حتى ما بقول هاي الأحزاب اللي خسرت أو تراجعت هي أحزاب منيحة، قد تكون منيحة قد تكون مش منيحة، أو قد تكون جيدة ببعض النقاط وسيئة بنقاط أخرى، مثل ما الأحزاب اللي انتصرت هلا أو ربحت هلا أو زادت نسبتها هلا هي كمان عندها أمور سيئة، ولكن برضو في عندها نقاط إيجابية ببعض الأمور يلي بتهم كمان شريحة كبيرة من الناس رح نحكي عنه بعد شوي. شيء تاني كمان مهم نعرفه أنه وجود العرب والمهاجرين هو أصبح أمر واقع موجود بهذا البلد. معظمنا متجنسين، أنا مثلكم، أنا واحد من هاي الناس، متجنس وعندي عمل وعندي شغل ثابت، نحن أمر واقع موجودين بكل مكان، بكل أسواق العمل، بكافة التخصصات إن شاء الله، بكل المجالات نحن موجودين وعم نكتر. فهذا أمر واقع ما حدا بيقدر يلعب فيه أو يغير فيه. كمان شغلة اللي هي آلية التطبيق. صحيح أن حكوا ببعض الأمور ولكن ما قالوا شو هي آلية التطبيق، وهون طبعا نحن الكلام سهل، ولكن لما تيجي تطبق هون بتبين الأمور، بتبين قديش رح تاخد وقت، بتبين مدى جدية هاي المقترحات أو قابليتها للتنفيذ أو قابليتها فعلا للتطبيق على أمر الواقع، وشو هي العوائق اللي ممكن تطلع لهم بالوجه
من أحزاب أخرى، من وجود المهاجرين أصلا كأمر واقع بالبلد، من حقوق إنسان، من ومن ومن. فهي الأمور حبيت أحكي عنها بداية لحتى نفهمها، لحتى نعرف أنه مش أي كلام نسمعه نحن أول ما حزب معين يربح بالانتخابات أو تتشكل حكومة جديدة أنه خلاص هاي الأمور اللي حكوا فيها رح تصير مؤكدا أو رح تصير بكرة. مستحيل مستحيل. نبدأ هلأ بسياسة الهجرة. أنا كاتب عندي هون شوية ملاحظات. سياسة الهجرة هي طبعا هي أول شغلة وشغلة مهمة جدا، وطبعا بدأوا فيها هاي الحكومة، بدأت فيها ليش؟ لحتى مثل ما قلت لحتى تطمن الناخبين تبعونا، لأنه طبعا قسم كبير من الناخبين تبعونا انتخبوهم على يعني هن جذبوهم أصلا وأقنعوهم يصوتوا بموضوع المهاجرين. تعرف نحن في حملة إعلامية كبيرة على موضوع المهاجرين وأنه هن عالي على المجتمع وهن سبب عدم تقدم المجتمع وهكذا، مع أنه طبعا حكيت بمقاطع سابقة بالإحصاءات وبالأرقام أنه المهاجرين هن مصدر قوة للسويد ولا أي بلد ثاني، خاصة إذا كان في سياسة فعالة للمهاجرين لدمجهم لجعلهم جزء فعال بهذا المجتمع. هن قوة كبيرة، هن قوة عجلة للاقتصاد. أما إذا كانت سياسة هدامة بس هدف الانتقام والعنصرية والتمييز، طبعا هون رح يكون رح يصير في شرخ بالمجتمع وما رح يكون مهاجر عضو أو عنصر فعال بالمجتمع. فبنتمنى إن شاء الله تكون هاي الشغلة طبعا أحكي عنها بعد شوي إنه يهتموا فيها. شو أهم النقاط اللي حكوا فيها بموضوع الهجرة؟ أول شيء تقليل عدد القادمين، طبعا هذا هن هدف عندهم إنه يقللوا عدد القادمين كمهاجرين. تصعيب الشروط، بده يصعبوا شروط قبول الشخص اللي مقدم لجوء يعني، ولكن رح يبقى اللجوء مفتوح ولكن رح يصعبوا الشروط، ويعني يكون في بعض المعايير اللي بده يطبقوها. تصعيب الجنسية السويدية، يمكن يحطوا شرط اللغة، وهو شيء موجود أصلا بدول تانية مثل ألمانيا. أنا بعرف ناس صار 20 سنة بألمانيا وعنده فلوس وعنده مصاري وعنده شغل بس ما متجنسي، مع إقامة دائمة بس مش متجنسي لأنه ما بتحكي اللغة الألمانية. فهذا الشيء كمان ممكن يصير. إثبات الشخصية، هن راح يصعبوا شروط قبول الشخص باللجوء إذا مش مثبت شخصيته، إذا ما معه جواز أو معه هوية من بلده. طب وإذا ما معه أكيد بالآخر ممكن يقبلوه، ولكن يعني بده يدققوا شوي زيادة. وغير هيك ممكن بموضوع الجنسية، تعرفوا حاليا بالسويد 8 سنوات الشخص اللي ما عنده هوية أو جواز من بلده مش مثبت هويته بده ينتظر 8 سنوات بالبلد لحق له يقدم على الجنسية. هذا الشيء ممكن يخلوه مثلا فترة أطول، يصير 10 سنوات أو 12 سنة. يصير في شروط على العمل، إنه يحطوا شرط على الشخص إنه لازم أنت تشتغل تصرف على حالك تثبت هذا الشيء لحتى يسهلوا لك حياتك أو إنه يعطوك إقامة دائمة أو إنه تاخذ الجنسية. يعني مش بس مجرد إنه أنت خسرنا 5 سنين بالبلد تاخذ جنسية، لا لازم تكون عم تشتغل. إقامات مؤقتة رح يصعبوا موضوع الإقامة الدائمة، ويكون في ترحيل للناس اللي بتعمل جرائم، الناس اللي مش مندمجة بالبلد. طبعا مثل ما قلت هون آلية التطبيق مش واضحة، هاي هي النقاط اللي حكوا فيها، ولكن كيف رح يطبقوا هذا الشيء وشو العواقب رح تطلع لهم، مش هذا الشيء مش بهالسهولة هاي. أنا بعتقد إنه رح يكون في تصعيب ولكن مش بشكل يعني قوي جدا، لأنه رح يصطدموا بكثير من العوائق، وهو مجرد كلام أنا برأيي لحتى بس يرضوا الناس اللي انتخبوهم. شغلات تانية حكوا فيها قد تكون إيجابية، يعني صحيح إنه في أمور يمكن يشددوا فيها، ولكن برضو الناس اللي إحنا معظمنا الحمد لله شباب ومعظمنا عم نشتغل ومعظمنا عم نتعب، قد يكون في مزايا لهذول الناس. قوة دافعي الضرائب، كانوا عم يحكوا بهذا الموضوع إنه الناس اللي بتدفع ضريبة بالبلد وبتشتغل رح يكون في إلى حقية، رح يكون في إلى امتيازات أو إنه إلى يعني قيمتها بالبلد. هو شيء جيد صراحة. أنا بالنسبة لي كإنسان بشتغل وبتعب بهذا البلد وبدفع ضريبة، بفضل إنه الشخص اللي عنده شغل يكون فيه له مزايا، بفضل هذا الشيء. وهذا كله بيشجع الناس إنها تطلع من بيتها وتشتغل وتتعب، مش والله نحن قاعدين بس إنه مساعدات وما بدي أشتغل أو بدي أشتغل بالأسود لا أنا ضد هاي الشغلة بصراحة. يعني حلو واحد يكون إذا قادر تشتغل اشتغل. فهني كانوا يقولوا إنه رح يقللوا المساعدات يضبطوها إلا للشخص اللي بيستحقها، فإذا في شخص قادر يشتغل اطلع اشتغل ليش لا. رح يكون في مراقبة على الشركات، يتأكدوا مين ناس عم تشتغل بالأسود، مين ناس عم تتهرب من الضريبة، برضو شيء جيد. العناوين رح يكون في تجديد على العناوين،
انه يتاكدوا ان الشخص عن جد عايش بالعنوان اللي حاطه بالدوله مسجله رسميا، مش قاعد حاط عنوان ثاني بالاسود وهو قاعد بمكان ثاني. وهي الامور رح يكون في مراقبه على غسيل الاموال وعلى الجمارك، يعني بده يكون في يعطوا الجمارك صلاحيه انها تنتبه اكثر، تضبط اكثر، يكون يمكن التنسيق اكثر مع المؤسسات الثانيه لحتى يضبطوا موضوع تهريب البضاعه، تهريب المخدرات، تهريب السلاح وهكذا. ولما نحكي جمارك مش عم نحكي بس مطار، مطار وبالبر وبالبحر، تمام. فاذا هاي الامور يلي خاصه بسياسه الهجره راح يكون في تصعيب واضح انه ناويين يعملوا هذا الشيء، ولكن برجع بقول نحن بالاخير موجودين هون، الناس اللي متجنسي وعايشه ما عندنا مشكله، ولكن الناس اللي جايين الجديد راح يكون في شويه شروط، يمكن على لم الشمل يكون في تصعيب وكذا. واضح انه في تصعيب، في نيه بالتصعيب، ولكن كيف الاليه ما حدا بيعرف، وقديش يعني نسبتها هذا الموضوع كمان برضه ما حدا بيعرف، بكره كله ببين. شغله مهمه انه هذا هاي الاحزاب لاول مره يعني بتربح بالانتخابات بهذا الشكل، فبتوقع انه يكون في كمان محاوله لاثبات انه هن ناجحين، فرح يكونوا شوي حذرين بتصور بكيف يتعاملوا مع الناس حتى مع المهاجرين، يحاولوا يستفيدوا منهم، مش انه والله يطلعوا بس مجرد يحكوا ويحطوا بس يعني مثل ما بيقولوا عصي بالدواليب. فبتوقع انه هن رح يحاولوا يغيروا بشكل انه يرضوا الناخبين، ولكن نفس الوقت مش يفوتوا بصدامات مع الناس، ما بتوقع هذا الشيء عشان ما يكونوا عرضه للفشل، لانه هاي فرصتهم. انا برايي هاي فرصه كبيره انه لاول مره بتصير معهم بالتاريخ، واكيد في احزاب ثانيه نويت لهم، فبتوقع انه رح يكونوا حذرين شوي بانه ما يتمادوا بفرض تصعيب الحياه على المهاجرين وعلى الناس بشكل عام. شغله ثانيه حكوا فيها مهمه جدا اللي هي مكافحه الجريمه، سياسه مكافحه الجريمه، وهو شيء جيد صراحه، انا مع هذا الموضوع. نحن ناس نضاف، ناس جايين عم نتعب وعم نشتغل ونبني البلد، ونحن مش مجرمين. وهذا الشيء ان شاء الله يعني بحط هاي الاحزاب امام الواقع، امام المحاسبه. هن كانوا قبل يقولوا انه والله المهاجرين وجريمه وما جريمه، ويرموا اللوم على الحكومات الثانيه. هلا هن صاروا بالحكومه، فرجونا شو بدكم تسووا. اذا بتحدوا من الجريمه ممتاز، احنا مش زعلانين، بالعكس احنا كل واحد فينا مبسوط لما الجريمة تقل بالبلد. احنا مش مجرمين، احنا ناس متعلمين ومثقفين وعم نشتغل وعم نتعب بهذا البلد، عم نطلع من الصبح ونرجع اخر الليل تعبانين وعايفين حالنا، وعم ندفع ضريبة 36% عم تنحط بالبلد. فاذا زيادة العقوبة، بدهم نشدد العقوبات على المجرمين، بدهم نزيدوا الرقابة بالبلد، المراقبة بالكاميرات، راح يصير في زيادة استعمال للكاميرات، هو شيء كان مرفوض قبل بالسويد ولكن بسبب الحريات، ولكن واضح انه راح يزيد. زيادة عدد الشرطة، التنسيق بين المؤسسات، بدهم يمكن يعني يسهلوا التنسيق بين المؤسسات، يمكن يرفعوا الجرانسر بالسكرتس اللي هو خصوصية الناس وكذا، ممكن يبلشوا شوي يفتحوا بهذا المجال لتتبع المجرمين. بدهم يرفعوا الخصم تبع العقوبة للمراهقين، بتعرفوا بسويد اذا واحد عمره 15 سنة او 13 سنة عمل جريمة ما بيعاقبوه مثل ما واحد عمره بالغ، ولكن هذا الشيء هلا بده يبلش يقل. يعني اذا واحد، اذا المجرمين او شبكات الإجرامية وظفت ناس او مراهقين عمرهم 13 و12 سنة، راح يكون في حساب لهدول المراهقين وينحبسوا، او يكون في عقوبات مشددة شوي عن قبل. طبعا قديش بيشددوا هو مجرد كلام، ولكن ممكن يصير في تجديد بسيط. يعني مراقبة الأموال، راح يصير في مراقبة الأموال أكثر، وهذا الشيء بلشنا نحن نحسه أصلا من قبل بالبنوك، لما تيجي تفتح حساب بتلاقي بيسألوك 100 سؤال وبيتأكدوا منك ومش عارف شو، وعلى بحطوا حدود على التحويلات وكذا، عشان موضوع غسيل الأموال وتمويل الشبكات الإجرامية أو الإرهابية على وصفهم هن خارج في السويد وخارج السويد. عم بيراقبوا طبعا تمويل الجمعيات الإسلامية بالبلد هون والمراكز الإسلامية، ونفس الوقت بيراقبوا تحويل أموال لدول تانية مثل إيران ومثل مثلا لبنان وفلسطين وكذا، بيراقبوها بشوفوا لمين هاي الأموال عم تنبعت. وراح يزيدوا شوي بالشغل بالمدارس على سياسة الاحتواء، إنه المدارس تشتغل شوي وقائيا إنها تحتوي هدول المراهقين بإنه ما يوقعوا بشبكات الإجرام. كمان نقطة حكوا فيها موضوع زيادة مسؤولية الأهل، بدون يزيدوا مسؤولية الأهل لحتى ينتبهوا على الأولاد إنه ما يوقعوا بالشبكات الإجرامية ويتحولوا لمجرمين، أو يعملوا خدمات للشبكات الإجرامية بالبلد.
وهون طبعا في علامة تساؤل أو علامة سؤال، شو قصدكم بزيادة مسؤولية الأهل؟ هل قصدكم بزيادة العقوبة على الأهل إذا الأولاد عملوا هيك، أو قصدهم لا يعطوا صلاحيات للأهل أكثر بحيث إنه يضبطوا أولادهم شوي أكثر؟ وهذا الشيء أنا برأيي هو شيء كويس وبحد شوي، يعني اليوم إن هاي سياسة الأحزاب الجديدة قد تكون بحاجة لتوضيح لحتى نحن نفهم هل هي رح تحد شوي من دور السوسيال بالبلد بانه الدوله تكون الى اليد المطلقه بالتاثير على العائله والتحكم وضبط العائله وانه الولد حر يعمل اللي بده اياه ولا العكس. فهذا بحاجه لتوضيح وكله رح يبين ان شاء الله بالمستقبل. هاي الاحزاب هي متهمه اصلا بانه هي شوي تابعه لروسيا، ونحن نعرف شو سياسه روسيا بهذا الموضوع بخصوص العائله، انه العائله مهمه والعائله لها دور، عكس سياسة الأحزاب اللي كانت مسيطرة بالسويد اللي هي أحزاب السوسيال اللي هي بتعتبر أنه الولد ملك الدولة مش ملك العائلة أبدا وأنه العائلة ما لها دور بالمرة. فإذا بنتمنى أنه تكون هاي النقطة فيها شيء إيجابي، أنه الأهل يكون لهم دور شوي أكثر ويخففوا شوي يحدوا من دور السوسيال، إلا مثل ما قلت إذا في حالات خطيرة جدا واضح أن الولد عم يتعرض لمشاكل. بس بشكل عام بتوقع أنه هاي الأحزاب شوي تكون أفضل من السوسيال إن شاء الله بهذا الموضوع. بعدين حكوا موضوع المناخ، ما راح اطول فيه. موضوع المناخ انه هن بدهم يعملوا بناء من جديد لمفاعلات نوويه بالسويد، وان هي بتعمل طاقه قويه، بتعمل طاقه رخيصه ونظيفه، ولكن طبعا للاسف المفاعلات النوويه هي كويسه وكل شيء وفيها طبعا يعني بتصدر طاقه وبتعطي طاقه قويه، ولكن بتعمل خطر بالبلد اذا لا سمح الله صار في حروب، انه ممكن هاي المفاعلات تنضرب وتعمل كوارث بيئيه. هو شيء كان مرفوض زمان، ولكن أزمة أوكرانيا جعلته أمر بدهم يسووه. بيسووه ولا لا الله بيعلم، بس هيك بدهم، هيك عم بيقولوا يعني. بعد حكوا عن المدارس والطب، إنه بدهم يعملوا يعني يقللوا وقت الانتظار بالطب لحتى الشخص يتلقى الرعاية الطبية، ما تنتظر سنة وسنتين. كمان برجع بقول هذا كلام للناخبين، ولكن قديش يعني قابليته للتطبيق بالواقع الله بيعلم، بكرة بنشوف. بدهم يعملوا مساواة بالجودة، انه كل المدارس تعطي نفس التعليم ونفس الجودة، وانه نفس المعاملة او نفس الجودة كمان بالطب، انه مش والله اللي ساكن بستوكهولم له اولوية وبتلقى رعاية طبية ممتازة واللي ساكن بالريف بموت والله ما يرده. لا، بدهم يعملوا مساواة، وكمان بدهم يعملوا هدوء بالصف، وانه الاستاذ يكون فيه صلاحية انه يضبط صفه اكثر، الممنوع يكون في اولاد تشاغب. طبعا هن دائما بيتهموا اولاد المهاجرين انه هن مشاغبين وبيلتهوا وكذا وكذا وكذا. فما بنعرف كمان شو اليه التطبيق، شو راح يعملوا بهذا الموضوع، كيفكم تتصرفوا؟ هل انتم بدكم تفصلوا الاولاد المهاجرين مثلا او الاولاد اللي بتعمل مشاغبه تفصلوها عن باقي الصف؟ الله بيعلم، كله راح يبين بعدين. يعني باختصار بدهم يحسنوا من القطاعين التعليم والطب. الخلاصه هذا الكلام ما راح يصير بيوم ويومين، هو مثل ما قلت هو القسم الاكبر منه انا متاكد هو استهلاك محلي، استهلاك انتخابي ليرضوا بس الناخبين ولا يواكبوا الحدث انه هي حدث تاريخي ونحن ربحنا بالانتخابات، فراح اكيد راح يحكوا هذا الكلام. مثل ما قالوا انه هن بتمهم، قالوا انه هاي تراكمات من سنوات طويله ما توقعوا نحن نحلها بيوم ويومين، فبتاخذ وقت. ومثل ما قلت نحن كمهاجرين نحن امر واقع موجودين بهذا البلد، معظمنا متجنسين وبنشتغل وما في سوق عمل اللي نحن موجودين جواته. اما بالنسبه للجريمه نحن اصلا ما دخلنا، اذا شخص عن جد بده يتوجه للجريمه فما عندنا اي مشكله انه يتعاقب، لانه نحن ضد هذا الموضوع اساسا. ومثل ما قلت قد يكون في امور ايجابيه راح تصير بالمستقبل، انه اول شيء هاي الاحزاب لاول مره بتنحط هي بالحكومه وبتتوجه، يعني بتصير هي بوجه الشعب لحتى تثبت فعلا هل هي عن جد قادرة تغير وتحسن من البلد ولا هو كان بس مجرد كلام. وانا متأكد انه قسم كبير منه هو كان بس مجرد كلام لحتى يقدر يوصلوا على الحكم، وهلا هن وصلوا وفرجونا. وطبعا احنا بنعرف انه في كتير احزاب باوروبا كانت تحكي من نفس الكلام وربحت بالانتخابات، وبس ربحت فشلت وما طلع من امره شيء، لانه بطل فيه شيء يضحكوا على العالم فيه، كنتوا تقولونا جيبونا وبنغير لكم البلد، طب جبناكم وما سويتوا شيء. هاي شغلة أنا متأكد منها. شغلة ثانية أنا بتوقع إنه هاي الأحزاب تغير ولكن بحذر، وما حد تضطر تفوت، ما بتصور تقدر تفوت بنزاعات أو بمشاكل كبيرة مع الناس سواء مهاجرين أو سواء من أحزاب سودية اللي موجودة أصلاً بالبلد، لأنه راح تتعرض للفشل.
وهي خايفة من هذا الموضوع، فأنا برأيي ما راح يغيره بشكل قوي جدا بحيث انه يصطدموا مع الناس. وغير هيك برجع بقول كل حزب له امور ايجابيه، انا بتمنى انه هاي الاحزاب اللي وصلت للسلطه حاليا تهتم اكثر بالعمل، تحفيز العمل، يساعدوا الناس اللي عم تشتغل، يبنوا البلد. الشخص اللي بيشتغل وبيتعب وهاي يلاقي، قبل الاحزاب الماضيه كان اللي ما عم بيشتغل واللي عم بيشتغل كله فايت بالحيط اصلا، كنت تحس حالك مثلك مثل غيرك، ضلك 4 5 سنوات ناطر، يعني هي كانت مشاكل للكل اصلا. فهلا بتمنى انه على الاقل الشخص اللي بيشتغل وبيتعب حاله يلاقي. ومثل ما قلت بتمنى انه صلاحيات السوسيال تقل شوي بوجود هاي الاحزاب، انه يكون يرجعوا يهتموا شوي بدور العائله، وانه يحدوا شوي من صلاحيات الدوله بالتدخل بالعائله وشؤونها وضبط الاسر والتحكم فيها. ومثل ما قلت الا بحالات طبعا اذا كان في عن جد خطر على الاولاد، فطبعا يا اهلا وسهلا بالسوسيال وبدوره، لانه احنا من هاي الاهل هن اهل مش مجرمين. بس فانا برايي ما نخاف كثير من المستقبل، نحن موجودين هون امر واقع، وما بتوقع يكون في تغييرات كبيره جدا، ومش اصلا على المدى القريب هذا اللي جاي، يعني سنه سنتين ثلاثه اللي جايين ما بتوقع هذا الشيء. ديروا معكم حالكم، كان معكم خالد، السلام عليكم.